تحية صباحية معطرة بعطر الورد لكل من يشاهد ويتابع شاشة زاكروس الفضائية، وصبحكم الله بألف خير كما عودناكم على فقراتنا ومواضيعنا الجميلة والممتعة. اليوم احنا متواجدين في الشورجة في أحد الأسواق لبيع الحلويات. خليكم معنا نشوف إقبال الناس على الحلويات لشهر رمضان المبارك. أكيد كل عام وأنتم بألف خير، عاد الله علينا وعليكم بالصحة والعافية. السلام عليكم أخي. السلام حبيبي لؤي. أستاذ لؤي حبيبي، شلون إقبال الناس على والله الحمد لله زينة على رمضان. صار إقبال على الحلويات بشكل كلش إيه، خاصة عندك هذا الكاكاو السويسري الإيطالي. أنا عندي بس ماركات، يعني هذا سويسري ذني إيطاليات ذني تركيات، عندك هذا البلجيكي الفنلندي الداملة صايم طبعا يحب إنه وراء الفطور يأخذ مكسرات حلويات تين مجفف مجفف. شو إقبال على تين؟ كل زين الحمد لله زين. أخيرا إنه لاحظنا إنه خاصة يعني برمضان، نعم، إنه هي صارت شيء رئيسي إنه الحلويات يعني ورا الفطور. الكرزات هسه أكثر شيء، كرزات الحلويات. الكرزات أكثر شيء المكسرات. هاي مشكل مكسرات فول. تتكون من عظم حامض لوز مالح غازو مخمر. طبعا كله درجة أولى، الغازو 180 حجم الحباية. العظم أمريكي فول، اللوز فول خشن. هذا مثله. بس مخمر يعني بدون لا ملح ولا حامض، يعني المخمر راح نسميه دايت، لا حامض ولا مالح. ماي مرضى. عافية. ثلاث فقرات همين. هذا نفس الأول واحد بس بيه جوز وبندق. جوز وبندق. هذا خمس فقرات، يعني جازو لوز عظم جوز بندق، هذاك بس جازو لوز عظم. هذا مثل الأول واحد، جازو لوز عظم حبة أبيض حبة أحمر فقط، بدون ذرة بدون فستق عبيد. هذا شوي اكثر يعني افضل. لا هذا ما طول بيه حب. أيه. شويه سعره اقل بس التشكيله يعني فول. اي يعني على التشكيله شيء بدون فستق عبيد بدون ذره بدون حمص مجموعه كامله. اي عافيه. خمس فقرات همين. هاي هنا عندك دايس صحي 11 فقره. أيه. اللي هي تتكون من البندق، لوز برازيلي، جوز بيكان، لب جوز امريكي، لب فستق، زبيبات نوعين، مقداميه، هواي فقرات بيها. التين هذا تين العرموطي فول. هذا شنو هو؟ هذا تركي طبيعي. تمام. هذا شلون نقول من الشجره للباكيت. تمام. بعدها يعني بعد لين لين. هسه عندي هاي نوعيه هاي مجفف، هاي هم مجفف بس هذا احسن. اكو عالم يعني شلون يشوفون الرخيص اللي بالسوق، اكو مقصور. هسه هاي التيناية اكو مقصوره بقاصر غذائي، مو قاصر مال هاي الملابس، قاصر غذائي تصير بيضة ثلج وتصير شلون بها حموضه. نعم. شلون المحمض حتى من تشتم بريحه قاصر، بس هذا طبيعي. هذا زبيب اصفر. والزبيب الاسود، زبيب الاسود طلقه احنا نسميه طويله طولانيه تصير. هاي مثلها بس مدعبله. زبيب ناشف بدون زيت، هاي شوفه بها زيت. زيت هو يجي مزيت. ايه هنا أنا عندك التمري نوعين هم طلقه ومدعبل. عندك التوت البري اكثر الاقبال عليه الاسود. هاي خضروات خضار مجففه، خضروات مجففه مجموعه كامله تتكون من جزر وموز وشوندر وفنجر وهواي انواع. هذا شو اسمها؟ كوي يمكن. كيوي. اي كيوي. 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 هاي كل السريعة سحب عليها مو طبيعي. الخضروات مش عاد قبل هاي موجودة. اي هاي كانت ما موجودة، هسه قامت تجينا. هاي صينية. صينية. اي لاحظت انه قمر الدين دائما هو قبل. نعم. برمضان كان قمر الدين ان شاء الله الرئيسية. اي صح. احنا من كنا صغار نركض على قمر الدين. اي شنو قمر الدين موجود عندك؟ نعم. قمر الدين الاحمر هذا رمان، قمر الدين هذا يسموه زير مال السليمانية. اكو نوعين قمر الدين، قمر الدين ذاك السوري الكبريته، وهذا عراقي مال السليمانية. بيك ثلاث اطعام، هذا سوري سما الشام. اي هذا رمان وبرتقال وتمر هند، وبي بعد طعمين قيسي قيسي كراميل. الاقبال عليها اكثر شيء القيسي اكثر شيء. السجق شلون اقبال عليه؟ السجق هم هواي انواع وكل الزين، بس انا السجق تعرف ما فاتحه ابي عبكرات الحليب.
اكو بالحليب هذا. إيه؟ سجق طحين بالحليب لونه ابيض. كله زين. كله الحمد لله. دائما الزبون يجي قبل رمضان فترة مثلا يسوق ما عندك، شنو الشغلات الرئيسية اللي يطلبها بالحلويات؟ لبجوز، زبيب، تين، طرشانة. اي الاغلب يعني يحبون طرشانة هواي. هسه انا الطرشانة ما نسمع اكو بعض ما يحبها. صح. ايه هواية اكو بيهم ما يحبون، بس هو اقبال عليه على شهر محرم. الكاكاو والحلويات رمضان. الكاكاوات هذا سويسري يتكون من 15 طعم. وهنا عندك هذا التركي المناسبات يسموه مربعات. هاي سمايلات؟ هذا سمايل. سمايل. كاكاو تركي. سمايلات. سمايلات. لا متفننون حتى بالاشكال مالتها. اي والله. هاي الليرات بلجيكية. حتى الصفرة؟ بلجيكية. كلها بلجيكية. اي هاي الباقي تركي. اي الباقي كله تركي، هذا انجليزي. هاي شو بده يشتغلون هاي الامور كلها هسه بجديد هاي حديثه؟ اسالك على اقول لك شنو هذا؟ اكثر شيء هسه تتطور الامور. حتى يمكن مصلحه مثلا بالخلطات مال الكرزات. نعم. واحد يتمنى مثلا اقول لا شغل يقول لك انا اشتغل بس على النظيف على المرغوب. بس درجه اولى. مو هي شنو الكرزات؟ ترى بحر. يعني هسه انا عظم كم نوع بدي اشوف قبالك؟ هواي انواع. اقدر طب لي مثلا زبون يقول لي اكو مكسرات سعرها هالقد، ما نذكر اسعار. اكو وسط، اكو درجه عاليه. تتحكم في استقايه العظم وبالجازو وباللوز. الموسم مالتك قبل رمضان عندك هو موسم، وموسم بعد يا العيد. العيد قبل العيد. موسم قبل الاعياد ورمضان. اي رمضان. اي وال اي اعياد احنا مواسمنا عيد راس السنه، عيد الاضحى، عيد الفطر، كلهن اي اعياد ومناسبات. الاسعار مش على اسعار السؤال الاخير وعلى اسعار شلون الاسعار مثل ايش بشكل عام؟ صعود بنزول يعني حاليا هسه صعود. اي الاسباب البضاعه من دا تدخل صعبه جمركيه يعني صعوبه بالدخول. اي هاي كثره الانواع الهواء مثلا يعني مرات اكو اشياء يصير عليها طلب. من يصير عليها طلب تنفقد من السوق تصعد سعرها. شكرا جزيلا. تؤمر تؤمر حبيبي. رحم الله ما عملك ضال رحم الله ديك. طبعا اكيد شفتوا لاحظتوا انه انواع الحلويات بكثره يوم عن يوم سنه عن سنه جاي يزيد الحلويات. طبعا اكيد رمضان كريم عليكم وعاد الله علينا وعليكم بالصحه والعافيه. وفي ختام جولتنا تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل.